تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما والمتألقة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية دكتور نيوتريشن. إذن مستمعينا، كما نقول دائما وكما تعرفون أن هذا البرنامج هو عبارة عن نافذة للتواصل ما بيننا وما بين جمهور المتعاملين، اللي عنده أي اقتراح، عنده أي ملاحظة، عنده أي شغلة ممكن تساهم في تطوير العمل في هيئة الصحة بدبي، في مرافق الهيئة، في مراكز الهيئة، مراكز الرعاية الصحية الأولية أو المراكز المتخصصة، أو في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة اللي هي مستشفى راشد دبي لطيفة. وحتى فاللي عنده أي ملاحظة أيضا بالنسبة للقطاع الطبي في إمارة دبي ككل، ممكن أن بعد كذلك يعني يتابعون معانا البرنامج، يبعثون لنا ملاحظاتهم على الأرقام التالية 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. وأيضا متواجدين معاكم على إنستغرام لحظة شوي بس عشان أضبط الواير هذا، إنستغرام نور دبي، وأيضا إنستغرام هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_Dubai. وعلى طاري الإنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي، معانا قبل لا نأخذ الأخبار الخاصة فينا اليوم الزميلة المتألقة دائما أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور والسرور أخي محمود. أسماء، شو عنا اليوم على السوشيال ميديا؟ شو تبغين تخبرينا؟ نحن مسوين استبيان على تويتر لمدة يومين. السؤال اللي يقول: هل تريد أن تخسر وزنك في رمضان؟ باللغتين، بالعربي وبالإنجليزي. ليلة الحين شارك فيها 95 شخص، 55% يقولون نعم، 18% نعم فأنا سمير جدا. فاللي يبون يحافظوا على وزنهم 17%، واللي ما يبون يمثلون غزي يضعفون 10%. شكلهم هذا الضعف اللي يبون يمثلون. هي تعرفين، ترى دائما أقول أن الواحد سبحانك يا رب ما براضي بعمره، المتين يبي يضعف والضعيف يبي يمتن، وما حد راضي بالحالة اللي هو فيه، ما أدري ليش. بس هي كمعلومة طبية، اللي عندهم مشكلة في الضعف ما يقدرون يمثلون، ترى صحيا أخطر من المتين اللي ما يقدر يضعف. المعلومة مو بايد يعرفونها. صحيح. بس في رمضان دام عندكم ما شاء الله بيكون تغذية وهذا كله، لازم تطرقوا لهذا الموضوع. أنت عندك وايد أشياء في رمضان بتكون، يعني تبغين تخبرينا بالقطار اليوم شوية باكر شوية؟ اليوم بعطيكم بعض الأشياء. بيكون أنا شخصية تمرة، بتكون يوميا قبل الفطور تكلم معاكم عن النصايح اليومية للصايم. غير هذا عندنا نصائح بتبدأ من اليوم قبل رمضان، مثلا اللي عنده مثلا مريض السكري شو لازم يسوي قبل رمضان، في رمضان شو يقدر يسوي شو ما يقدر يسوي. يكون في نصائح توعوية يوميا من أطباء الهيئة لأشياء مختلفة، سواء تغذية، سواء المرأة الحامل الصائمة، فبيكون في أشياء مختلفة. ممتاز. غير هذا عندنا مسابقة، بس ما بنقولها الحين، بس بتكون مسابقة إن شاء الله في شهر رمضان. حزت إن شاء الله. بس الحريم بيحبون الموضوع. يعني ما دام الحريم في السالفة يعني مسابقة زينة. زين، شو بغيت أقول لك، نحن بعد ما نتواصل مع المستمعين من خلال برنامجنا كذلك، الجماعة اللي بيكونون موجودين معنا في الاستوديو، الضيوف اللي بيكونون بيعطونا بعض النصائح الخاصة بالتغذية، نصائح يعني معينة، هذه بعد كذلك نحن بننقلها لكم عن طريق حساب سناب شات، صح؟
صحيح. انزين. يكون كل يوم عندهم مجموعة نصائح يقولونها على سناب شات. بالضبط. فعطينا بس تذكير بحسابات هيئة الصحة الرسالة الصباحية كنت أبغى أسألك عنها. الرسالة الصباحية تقول أن النجاح الحقيقي هي في جودة عملك وكيفية وصولك لهدفك. نتمنى أن تتحقق الأهدافكم. صباح الإخلاص والنجاح والتميز. ممتاز. بالنسبة لحساباتنا على تويتر، إنستغرام، سناب شات، فيسكوب ودي إتش إيه أندرسكور دبي. أما على الفيسبوك ولينكدين يوتيوب فهو دبي هيلث سيرفيسز. زين، هذا صوت منو الحين اللي حذالك؟ زين، جزاك الله خير يا اسماء، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ونحن نعد المستمعين ومتابعينا في وسائل التواصل الاجتماعي ان شهر رمضان عندنا شهر غني بالفعاليات ان شاء الله، وهو ايضا يعني شهر الخير، فنحن بيحصلون كل خير من وراء حساباتنا في هدفنا يكون صيام صحي ويكون مفعم بالحيوية، لأن رمضان مو بشهر قتل، شهر عمل. صحيح. عموما شكرا لك اسماء الجناحي، مسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا. مستمعينا، في دراسة تقول شرب الشاي قد لا يمنع أو قد يمنع الإصابة بالسكري من النوع الثاني. يقول العلماء أن شرب الشاي قد يساعد على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني عن طريق تخفيض مستويات السكر في الدم. أنا قلت هذا العنوان كان ميثة ترفع حواجبها مستغربه ميرا عفوا. المهم، وجدت الدراسة الحديثة أن هناك نقصا حادا في كمية الجلوكوز عند البالغين بعد شربهم الشاي، حيث يعتقد الباحثون أن مركب البوليفينول متعدد الفينول الداخل في تركيب الشاي يمنع امتصاص السكر. وقال الدكتور تيم بوند من فريق تي أدفايسري بانل، هذا الفريق عموما اللي يعد الشاي أكثر المشروبات المستهلكة في العالم بعد الماء. زين، ويشكل هذا البحث إضافة إلى الدراسات المنشورة التي تشير إلى أن الشاي المشروب المفضل في بريطانيا جيد للصحة وذو فوائد عديدة. ودرس الباحثون آثار شرب الشاي على مدار 24 مشارك، حيث كان لدى نصفهم مستويات سكر طبيعية في الدم، بينما تم تشخيص الآخرين بوجود مستويات أعلى من السكر. وطلب من المجموعتين تجنب أي عمل مجهد وتناول الطعام بشكل معتدل قبل يوم من الاختبار، حيث تم إعطائهم نفس الوجبة خفيفة السكر من أجل تطبيق الدراسة. في صباح اليوم التالي قام الباحثون بأخذ عينات الدم من المشاركين، وقدم لهم مشروب سكري يحوي جرعة عالية أو منخفضة من مركب البوليفينول الشاي هذا، وأخذت عينات أخرى من الدم بعد حوالي 30 60 90 120 دقيقة. كررت التجربة نحو 3 مرات مع وجود فارق زمني يبلغ أسبوع واحد، وذلك من أجل السماح للباحثين بتسجيل الأثار بدقة عالية عند كل المتطوعين. وكما كان متوقعا لوحظ انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم لدى المتطوعين الذين شربوا الشاي. وفي أغنية ذكر وما أدري شو يقول، ما شربش الشاي أشرب شو أزوزة أنا، يقول شو اسمه أيمن. عموما نحن شربوا شاي، زين الشاي وزين الماي وزين زين القهوة، لكن كل شيء باعتدال. يعني دائما يقولون اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. فأي شغلة في الحياة ما دام أنك أنت تأخذها باعتدال هي مفيدة. أنتوا حتى الماي الزايد اللي يشرب ماي زيادة ترى بعد يضرب جسمه، في دراسات كانت تقول هذا الكلام. فتخيل عزيز المستمع أنه ممكن انك انت تحافظ على صحتك بس عن طريق الاشياء اللي تدخلها في بطنك. ها، معادلة بسيطة جدا. يوم يقولون المعدة بيت الداء، وايد معادلة بسيطة. وياينا رمضان وان شاء الله في رمضان المسائل بترتب اكثر. عموما اخذ بس جولة سريعة على المسجات اللي جتنا. سلم على ابو حسين وعلى نفسك، جزاك الله خير يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن من إيدك ده لإيدك ده نبقى نضعف يا أسماء، ساعدونا، ما في إرادة. لا، في إرادة إن شاء الله. What about okay، هذا ما له علاقة. زين، thank you very much.
تعرفون نحن إن متابعين ما شاء الله من كل أنحاء العالم، في إعادة بث وتسجيل، الواحد يرجع يسمع هالنصائح بسبب الانشغال، في إن شاء الله نحن ننزل الحلقات كاملة على موقع هيئة الصحة بدبي اللي على اليوتيوب، بس تكتب دبي هيلث أثوريتي أو هيئة الصحة إن شاء الله بتحصل كل الحلقات، أو اكتب صحة وسعادة، البرنامج الإذاعي صحة وسعادة، بعد بتطلع لك الحلقات. عموما نحن بنطلع مع فاصل قصير، بعد الفاصل في موضوع وايد مهم أبغيكم تسمعونه، موضوعنا اللي ما نتكلم عنه بعد الفاصل يخص يعني هذه التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الجماعة اللي طالعين كل يوم والثاني طالعين بأدوية على وسائل التواصل الاجتماعي، طالعين بمنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي والناس هابة فيها، فما نتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع بعد الفاصل، فابقوا معنا. صحة وسعادة صباحكم الله بالخير مرة ثانية. والله كنت أبغى أسولف وياكم شوية كنترول تحت الهواء، يعني ما شاء الله طلعتوني على الهواء على طول. عموما نحن كنا تحدثنا عن مسألة ميرا، دكتور علي ويانا صح؟ دكتور علي سيد على الهاتف ولا؟ انزين، عموما ما دامنا مو بيان على الهاتف نحن ما نبتدي فقرتنا هذه مع الدكتور مروان. دكتور مروان الملة طبعا هو قليل الظهور في وسائل الإعلام، ولكن نحن اليوم يعني تخيلوا أن مخلي واحد يحبس لي في المكتب إلا يجيب الاستوديو عندنا. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالنور أخي. طيب دكتور، نحن في إطار سعي إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي المستمر للارتقاء بمعايير الخدمات والالتزام بمهام ومسؤوليات هذه مسؤوليات الهيئة تجاه تطوير اللوائح والتنظيمات التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية، وصولا إلى تحقيق المعايير الخاصة جودة المعايير المطلوبة في الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي، وأيضا من منطلق الحرص على التواصل الدائم والمبني على الشفافية والوضوح مع الشركاء الاستراتيجيين في المنظومة الصحية ووفاتهم بالمستجدات، في حين فقد أعلنت الإدارة مؤخرا عن اعتماد السياسات التنظيمية المتصلة بالتدقيق على صحة الشهادات من مصدرها الأولي، 2 التقييم والإعفاء من الامتحانات. طبعا هذين الموضوعين الرئيسيين لما نتكلم عنهم اليوم، لكن قبل الدخول في موضوع السياسات المطورة هذه دكتور خلنا نتكلم عن يعني اليوم أنا عندي بعد بتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي والأدوية اللي يبيعونها بهذا الشكل، لكن يعني خلنا نتكلم من بين فترة وفترة في وسائل التواصل الاجتماعي تطلع لنا يعني بعض الأخبار، بعض الأشياء وبعض المنشآت الوهمية اللي تدعي حصولها على تراخيص مزاولة من إمارة دبي، والواحد لما يقول إن هذا أنا عندي هذا الترخيص من إمارة دبي يعني هذا يعطي مصداقية عالية، لأن الكل يعرف نحن يعني المستوى اللي نحرص عليه في المسائل الخاصة بالصحة ما فيها لعبة هذه عندنا. صحيح. إيه، فخلنا نتكلم عن هذا الموضوع قبل أن ندخل في السياسات المطورة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أستاذ محمود، وش أشكرك على الاستضافة، ولا إن شاء الله بكون معاكم يعني بشكل أكثر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب تنورنا. الله يسلمك. الموضوع اللي ذكرته جدا مهم، وسائل الإعلام سواء كانت من ناحية المعلومات أو الدعايات تطورت الحين مع السوشيال ميديا، يعني في جهات تستخدم السوشيال ميديا للإعلانات وبعضها مرخص وبعضها غير مرخص، فحب أنوه أن يعني المرضى والجمهور يعني يقدرون يتأكدون إذا هذه العيادة مرخصة ولا لا. نحن عندنا تطبيقات معتمدة من هيئة الصحة دبي ومن بالتعاون مع حكومة دبي الذكية، يقدرون ينزلون البرنامج ويشوفون إذا هذا الطبيب مرخص، إذا هذه العيادة مرخصة ولا لا. على سبيل المثال في تطبيق اسمه دبي دكتورز موجود. صحيح. زين، تقدر تدخل وتشوف وتسوي البحث بالعربي أو بالإنجليزي. جميل. وحتى في تطبيق ثاني اسمه دبي ناو، دبي الآن، تدخل عليه وفي عدة خدمات منها خدمات الصحة. تضغط على باب الصحة وبعدين تشوف الطبيب هذا مرخص ولا لا. ممتاز. موضوع المنتجات على السوشيال ميديا مثل الانستغرام والسناب شات، يعني أنا عندي حتى بعض الأمثلة
يدعون أنهم مرخصين من هيئة الصحة، لما تشوف ما مرخصين، وهذا شيء خطر كبير. يعني لا الدكتور ولا المهني مرخص ولا الأدوية مرخصة، وشغالين بعد يعني مع جو رمضان مسوين عروض رمضانية وأسعار مخفضة، فالواحد يكون حذر في هالمواضيع. يعني ممتاز دكتور، أنا هذا الموضوع يعني باخذ التأثير الخاص بمثل هذه الأدوية وكذا مع دكتور علي السيد، مع ما ناخذه بعد الفاصل الدكتور علي السيد، نحن نكمل حوارنا هنا لأن في عنا هذا بعد موضوع وايد مهم، أن تأثير مثل هذه المنشآت وحدود يعني بالضبط وكيف توصل المعلومات عنها عندكم دكتور، هل في مراقبة أو في حالة أن واحد شاف مثل هذه المنتجات عنده شو المفروض يسوي مثل هذه العيادات اللي يدعون أنهم مرخصين؟ أول شيء الإعلانات الطبية هي يعني وزارة الصحة هي المسؤولة عن ترخيص الإعلانات الطبية، نعم. وفي تعاون وثيق بيننا وبينهم، يعني نحن نوصل لهم المعلومات وهم يوصلون المعلومات. وبالنسبة للجمهور يعني إذا عندهم شك يقدرون يتواصلون معنا على 800 DHA اللي هو 800-342 800-342 أيوة، أو يبعثون لنا إيميل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، صحيح. أو يبعثوا لنا إيميل regulation@dha.gov.ae regulation@dha من دبي هيلث أثوريتي دوت جوف من government دوت اي اي. ونحن يعني نرحب بهالملاحظات، يعني بناخذ إذا عندهم أي شك نحن بناخذ المعلومات هاي بنتأكد وبنقول لهم إذا الشخصة والمنتجات هذه مرخصة ولا لا. وبعدين بنقوم بعد بالإجراءات الداخلية من حيث التفتيش والرقابة. ممتاز. زين الموقف القانوني من هذه المنشآت اللي تروج لنفسها باسم الهيئة باسم دبي باسم سمعة هذه الإمارة، هذا طبعا غير قانوني ونحن نتخذ الإجراءات، بس تعرف أنت يعني إحنا أهم شيء عندنا حماية المرضى، الإجراءات بنأخذها بس الصفحات بتطلع يوم بعد يوم، فالواحد ما ينغر بهالصفحات وهالعروض، وخصوصا يعني في رمضان يعني في بعض يعني المرضى أو الجمهور يحاولون ينزلون الوزن، صح. فتنزيل الوزن يكون بطريقة علمية بطريقة صحية بالرياضة بالتقنية الأغذية فنيا الأغذية المرخصين من الهيئة. جميل يعني. تحياتي للدكتور مروان مطرشين، وموضوعكم جدا جدا مهم، اكتب الإيميل من فضلك إذا ممكن، ما نكتب إن شاء الله أثناء الفاصل. يسلمون عليك يا دكتور، بارك الله فيكم على هذا البرنامج الرائع، صباح الخير، صباحكم الله بالنور. عموما دكتور هذه مسألة جدا مهمة، أن مسألة نحن أهم ما عندنا الناس يكونون سليمين. أنا عندي تجارب حتى في المنطقة المحيطة حوالي أصدقائي الأهل كذا، صارت أكثر من شغلة لأن الحاح الكبير اللي ييك على أساس أن تأخذ مثل هذه العيادات ولا تروح عند هذا الشخص، أن هذا مشهور على السوشيال ميديا، الناس يعرفونه هذا الطبيب ولا هذا الدكتور ولا هذا الشخص، وهو مش معتمد أصلا. الواحد لازم شو يسوي؟ يعني أنا كشخص عادي شفت واحد على السوشيال ميديا هذا مشهور، أو شفت العيادة هذه مشهورة وكذا على السوشيال ميديا عند 100,000 200,000 300 الله العالم، لكن صرت له، شو لازم أسوي عشان أنا بس أضمن أن هذا الشخص بالفعل موثوق به كشخص عادي؟ أدش العيادة ولا ما أدش العيادة، ولا شو الأشياء اللي لازم أسويها قبل أروح له؟ يعني في أكثر من طريقة أنك تشوف أن الطبيب هذا مرخص. هيئة الصحة بدبي يعني عندها مشروع كبير لتشجيع السياحة العلاجية، وعندنا موقع خاص dxh.ae هو يعني الأطباء اللي مشهودهم بحسن بالخبرة وبالكفاءة العالية، صحيح. يعني الهيئة تحط معلوماتهم كمثل ترويج مشترك لدعم السياحة العلاجية في إمارة دبي، فهذا بعد طريقة للتأكد من هذا الطبيب ناجح وما عليه مشاكل ولا لا. جميل. وبعد في يعني لما تتأكد من الترخيص تشوف مسمى الترخيص، هل هذا الطبيب يمارس مع مسمى ولا لا؟ يعني في فرق بين طبيب عام وطبيب أخصائي وطبيب استشاري. كل واحد له يعني ليفل معين. أيوة. طبيب العام اللي الحالات بشكل عام يعالجها، ولكن الأخصائي يكون شوية أعلى من العام. أيوة.
الاستشاري عادة هذا مفروض أنه بروفيسور يعني. ها دكتور، في حد يقول هني ممكن توضح لنا عن قوانين الأخطاء الطبية ما نتكلم عنها؟ ليش متأخرين اليوم؟ والله مو متأخرين، موجودين على التايم. هاي إذاعة، الواحد يطلع فيها على التايم ما يقدر أن يتأخر. إنزين، في هني حد يقول في شركات عندها ترخيص من بلدية دبي في مجال تخفيف الوزن، إنزين، ويتم الترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، نصدقها أو لا؟ ها دكتور، هذا السؤال وجهه للدكتور علي السيد. الحين بيكون معانا ان شاء الله بعد الفاصل. صباح الخير، يعطيكم العافيه محمود. الدكتور مروان، هذه الدكتورة بدريه، صبحت الله بالخير دكتور، انت وين؟ من زمان ما شفناك. عموما نحن ما نطلع فاصل دكتور، بعد الفاصل ما ناخذ ان شاء الله هذه المداخله من دكتور علي السيد، بيعطينا بعض التفاصيل الاكثر، بعدين ما ندخل في موضوع الريجوليشن او التنظيم الصحي بشكل مفصل اكثر. ففاصل ان شاء الله مستمعينا، ما نتواصل. ارقام التواصل 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. طبعا دكتور، كانت هنالك بعض الأسئلة اللي تتحدث عن قوانين الأخطاء الطبية في إمارة دبي. يعني نحن عندنا الريجليشن واضح، عندنا الأمور يعني دائما في أسلوب أو في لجنة أو في شغلة تسوونها بالنسبة للأخطاء الطبية. خلنا نعطي فكرة سريعة عن هذا الموضوع. السلام عليكم. الأخطاء الطبية، يعني نحن نستقبل الأخطاء الطبية عبر نظام إلكتروني جديد تم استحداثه في شهر 12 2016، ولما توصل لنا الشكوى المريض يسميها شكوى طبية، نحن نعملها يعني نقيم الشكوى هل هذه طبية أو إدارية. إذا كانت شكوى إدارية على سبيل المثال تأخير، أو يعني ما شاف الدكتور اللي يبغونه بس شاف الدكتور ثاني في نفس التخصص، هذا نوجه لهم يعني أن يحلون المشكلة مع العيادة نفسها أو المستشفى. أما إذا كانت في شكوى طبية وصار في ضرر على المريض، فنحن نطلب الملف من المستشفى المعني ونقوم بدراسة الموضوع ونحوله للجنة تقيم الموضوع. اللجنة هذه تشوف إذا يحتاج نعمل تحقيق رسمي كامل ولا لا. ممتاز. إذا الحالة استدعت أن تحقيق رسمي، بعدين نطلب الدكتور ونطلب المريض وناخذ يعني كل الأقوال، وبعدين نحول للجنة المسؤولية الطبية. طيب دكتور، الآن ما نتكلم عن تطور السياسات الخاصة بشؤون القطاع الصحي الخاص، هذا اللي يتبع في تراخيص هيئة الصحة بدبي، يا ترى ما هو موضوع التدقيق على صحة الشهادات من مصدرها الأول؟ شو تقصدون فيني؟ هذا يعني هذا النظام الجديد للتحقق من مصداقية الشهادات المقدمة. مثل ما تعرف قبل كم من سنة كانت الطريقة اللي متبعة كانت عبارة عن تصديق الاعتماد أو ختم الشهادات اللي يسمونها attestation، يعني تأخذ الشهادة توديها الوزارة أو توديها سفارة الدولة ويعطون يحطون الختم هذا. زين، هذه طريقة تعتبر قديمة. الحين الطريقة الجديدة أن نأخذ الشهادات كلها، مو بشرط ناخذها يعني الأصلية، لا ناخذ إسكان النسخة عن طريق النظام الإلكتروني، وبعدين نحن نتوثق منها، نتواصل مثلا الشهادة إذا كانت شهادة علمية نتواصل مع الجامعة ونتأكد إذا هاي الشهادة صادرة من عندهم، والترخيص نفس الشيء. كل والخبر. شهادة وكل ترخيص نحن نختار الشهادات المطلوبة للترخيص. يعني الأطباء مرات يكون عندهم شهادات كثيرة، بس أهم شهادات اللي هي لازم تكون موجودة حتى يترخص نحن نوثقها.
على طار الترخيص ونحن كنا نتكلم عن السوشيال ميديا واللي عندهم تراخيص واللي ما عندهم. معانا عبر الهاتف دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة. دكتور يعني أول شيء صبحك الله بالخير. نحن قبل الفاصل كنا نتكلم عن هذا الموضوع بإسهاب مع الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي موجود معانا في الاستوديو. فالدكتور صباحك الله بالنور. الآن نحن نتكلم عن قوة السوشيال ميديا في الترويج لبعض الحسابات، بعض المنتجات، بعض العيادات، بعض الأطباء اللي يعني ممكن يكونون غير يعني مرخصين، أو أن تكون هذه الأدوية اللي تباع غير مرخصة. فخلني أخذ أول شيء دكتور ما نتكلم عن الأدوية اللي يبيعونها في التواصل الاجتماعي. نحن وايد حذرنا من هذا الموضوع، لكن أبغي نسمعك الحين شو اللي تصادفونه أنتو كإدارة الصيدلة من خلال هذا الموضوع. طبعا أخوي محمود مشكورين على الاتصال، وطبعا هذا شيء مهم جدا، لأن اللي يصادف أنه ممكن يكون هناك مثلا ترويج لشيء خاطئ. يعني مثلا أنا أوجه مريض إلى والله لعلاج شيء وهذا ما يتعالج طبعا بالأشياء هاي الأدوية أو بالمستحضرات اللي هي تباع أو تم ترويج لها، تكون أشياء خاطئة وبعدين طبعا تؤدي إلى يعني المرض يكون شو بالعكس، يعني يصير المرض يكون بحيث انه يعني يوصل المريض الى حالات يعني اصعب حرجه واصعب بالضبط. حرجة. هذا واحده. طبعا الـ 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 الاشياء هاي اللي تم مثلا يعني تسويقها في التواصل الاجتماعي اول شيء تكون طبعا قد تكون هناك مثلا احتماليه كبيره لاخطاء دوائيه تكون اوكي بسبب اختلاط أو خلطات أو تصنيع فيها الأشياء. هاي واحدة. اثنين طبعا ما يكون هناك في مثلا تعليمات صحيحة عن استخدامها أو عن ماذا مثلا فعاليتها أو شنو طريقة استخدامها أو عن آثارها الجانبية. هاي كذي قد يكون المريض بعضه مكتوب عليه بالصيني قد يكون مثلا الأدوية هذه مثلا والله مكتوب عليها انها تحتوي على مادة معينة، لما تحللها تلاقي فيها مواد ثانية اوكي تكون خلي تكون بعد لا هي اصلا كلها مزيفة وغير مرخصة وغير مثلا هذا مخشوشة او منتهية الصلاحية اصلا، وتشيل هذا وتحط عليها انت صلاحية جديدة هي منتهية صلاحيتها. زين دكتور في سؤال في سؤال هني أي في سؤال كان يتكلم عن مسألة الأدوية، يقول إن في شركات عندها ترخيص من بلدية دبي في مجال تخفيف الوزن زين ويتم الترويج له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، نصدقها أو لا؟ أنا ما أفضل استخدام هالأشياء. ممتاز. ولا لأن عشان مش نصدقها إحنا يعني أي منتج إذا كان فيه كليم طبي يجب أن يلجأ إلى وزارة الصحة أو ناس فنيين في المجال الطبي بحيث أن يتم الكشف عنه، يعني فحص المنتج. ويمكن هو يدعي هذا الترخيص عنده من بلدية دبي، يمكن ما عنده هذا الترخيص بعد، يعني احتمال، يعني بس احنا يجب أن يكون أن حتى يعني هذا احنا يكون يجب أن يكون هناك يعني رقابة عليها تم حتى بالضبط فحص المنتج في المختبر وتم مثلا في ادويه كثيره يقول لك والله احنا هاي اوكي بس لازم اذا كان في طبعا كليم طبي، احنا ما نتكلم عن كليم مش طبي يعني مثلا والله قلت لا هذا مثلا والله زين شيء بس ما يجي هو خاص ما دام قال لك ينزل الوزن معناته في كليم طبي في شيء طبي قال فيجب ان يلجا اليه جهة اتحادية اللي هي وزارة الصحة تقوم بفحص المنتج تشوف انها فيها مثلا في شيء مخشوش او موجود فيه مثلا مواد ثانية وجدت يعني مثلا ادوية ضعف والله فيها ادوية اللي وجدوا فيها وتم سحبها من السوق وجدوا فيها ادوية مثلا ممنوعة طبيا وموجودة كانت في السوق بس ما اعتقد انا اي جهه ما اعتقد هذا الكلام ممكن
مو صحيح ولا يعني دكتور. ما له صحه لان هذا ما في منتج يعني يتم مرخص من جهه حكوميه ويكون ما هذا الكلام مو صحيح يعني ما في يكون دائما اشياء تكون وهميه هم وما في حد يتحقق من لما يجي واحد يقول لك والله انا عندي ترخيص بس ما حد المستهلك ما يتاكد ما يتحقق من هذا الشيء الحين دكتور بغض النظر الحين انت عندك ترخيص ما عندك ترخيص هل هذا المنتج يعني موافق عليه مش موافق عليه ليش تاخذ من وسائل التواصل الاجتماعي شو اللي يدفعك انك انت تاخذ هذا المنتج من يعني مكان اصلا مش مكان طبي ولا صيدلية معترف فيها ولا شغلة ان انت ما تعرف كيف واصل لك الدواء فكل هذه الامور يعني النصيحة الاخيرة اللي نبغي نوجهها للمستمعين واللي يتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي شو لازم نقولهم طبعا اول شيء نقولهم يجب عدم شراء الادوية من مواقع من قبل مواقع الكترونية توفر الادوية او اي مستحضرات فيها كليم طبي هذا واحد طبعا حتى اللي تؤدي مثلا توفر خدمات توصيل الى المنازل او هذا احنا ما نشتري هاي اشياء مواد كيميائية لها تأثير على الجسم ما ممكن اخذها طبعا في بعض المواقع عالميا محليا عالميا معتمدة من جهات رسمية لكن بعد في نفس الوقت اني ما عندي انا اي شيء يعني ممكن يأمن على حياة الانسان يعني بحيث انه يقول لي والله هذه الدواء او المادة او المستحضر تم تخزينه صح ما تم في ما في اي يعني غش دوائي ما في تزييف زائد ان الدكتور في دبي معظم المستحضرات الطبية والادوية موجودة عندنا صحيح موجودة في الاسواق والمعتمدة يعني المعتمدة احنا عندنا مثلا في الامارات وفي دبي عندنا لهم كودينج وعندهم الادوية لها كودينج فعلى اقل الشخص اللي بياخذ دواء يطالب بهذا الشيء من حقه من حقوقه انه يقول والله حاطين في عندكم الكود اللي موضوع في دبي ولا ما موجود اذا موجود على الكود معناته تم التحقق من هذا الدواء لانه تم يعني اعتماده من جهه معينه جهه حكوميه سواء البلديه او وزاره الصحه وفي تم التحقق منه فيعني في الاخر هم الشخص او المستهلك يجب ان يبحث عن هذا الكود اذا يحمل الكود معناته هذا الدواء يعني أول مستحضر أفضل. اسمع دكتور يقول نرجو سؤال الدكتور عن بعض المواد الصحية اللي تباع في البقالات ويتداولون الخدم كصابون التبييض وغيرها هل مسموح هالشيء علما أنها منتجات غير معروفة هذه مو بدوية ها هاي لا فيها كليم طبي تبييض في كليم طبي أول شيء إحنا خلينا نأخذ مثال يعني إحنا لما يجي واحد يقول والله في صابونة الحين دكتور بخبرك أنا ما دام دكتور مروان يالس بعد ما دام دكتور مروان يالس أنا أبغى أعرف الحين هذه مسؤولية الصيدلة ومسؤولية التنظيم الصحي مسؤولية الوزارة مسؤولية البلدية مسؤولية منو ولا هي مسؤولية مشتركة منتهى. بين الكل بين الكل يعني الكل يجب أن يقوم بدوره يعني ما أقول لك أنا والله جهة معينة أو إدارة معينة أو لا الكل أنا وجهة نظري هي مسؤولية الفرد نفسه في البداية أن الواحد يكون واعي أن هذه المسألة غلط أخوي محمود أكيد كلامك صحيح بس إحنا بعد مسؤوليتنا إحنا نوعي المجتمع يعني الفرد عشان أنا أحمل المسؤولية لازم أنا واعي وفهم الغلط صحيح فأساس إن أنا لازم يكون هناك في توعية للمجتمع وطبعا بعض الناس يعني على بساطتهم فيعني مثلا والله تقول لي هذا الشيء زين قال لك لي زين فأنت توعي لهذا بعدين تقول لي والله أنا حملك المسؤولية ممتاز فيجب أن هناك الجهات كلها تتكاتف وتتعاون من كل الأطراف وكل الأطراف اللي هي تهتم بالصحة وصحة المجتمع من أي جهة سواء من جهات حكومية أو اتحادية تتكاتف ومن أجل يعني أول شيء الحفاظ على سلامة المجتمع زائد محاربة الظاهرة هذه اللي هي طبعا لها تأثير قد يكون لها تأثير حتى يكون سلبي على المجتمع لأن المريض هذا الشخص أو الشخص المستهلك صحيح. راح يرجع يوم من الأيام إلى الطبيب عشان يعالجه من الآثار الجانبية اللي فيها أو قد يؤدي إلى مثلاً وفيات قد يؤدي إلى أمراض مزمنة أمراض حادة
وهذه كلها لها تأثير على المجتمع بشكل عام. وأنا أعتقد يجب أن يتم هناك توعية، وهي أحد الأشياء هاي مثلا، وهذا هذا اللي نحن نمارسه حاليا في من خلال برنامج صحيح. دكتور علي السيد، دكتور علي السيد مدير إدارة الصيد، نحن شاكرين لك هذه وداخله، وإن شاء الله بنخصص حلقة كاملة عن هذا الموضوع لازم نتحدث عنه بالتفصيل. شكرا لك دكتور. إن شاء الله. شكرا في محمد. شكرا. دكتور مروان، يعني دكتور علي السيد تحدث عن هذا الموضوع بإسهاب هذا الملف من الصكرة، وما ندخل ما نتكلم عن موضوع التقييم والإعفاء من الامتحانات اللي أنتوا تقدمونه من خلال الممارسات الجديدة في ما أدري إذا هي جديدة أو متجددة في إدارة التنظيم. طبعا ما شاء الله الموظفين اليوم كلهم متابعين هني، سلامات حق مدير الإدارة وكذا، ما يعني المفروض ترجع انذارات دكتور حقه، ما ليش هادين الشغل يطالعون لايف. سياسة التقييم هذه سياسة يعني مش جديدة، بس تم تحديثها لأن عندنا سياسات يجب تحديثها كل 3 أو 4 سنوات، ويعني اللي ذكرناه في هذا التغيير اللي حصل يعني في هذه السياسة إن أضفنا بعض الدول المشهود لها بشهاداتها في الطب وفي التخصصات الطبية قوية تعتبر من الفئة الأولى، أضفناها إلى لائحة أو قائمة المعفيين من الاختبار. ممتاز. يعني كانت عندنا قائمة شهادات الأمريكا، البورد الأمريكي، البورد الكندي، وشهادة التخصص البريطانية، فأضفنا إليها شهادات تخصص من ألمانيا، من السويد، من فرنسا، وحتى نشجع الأطباء الحاصلين على شهادات عليا من هذه الدول على القدوم إلى إمارات دبي والعمل فيها وبدون داعي للتقييم، لأن تم تقييمهم من بلدهم وحصولهم على هذه الشهادات العالية. يعني هذه دكتور واحد ممكن يثق فيها 100% في أن هذا الطبيب يعني بالفعل 100%، ولا نحن محتاجين أن نراجع وراء البلدان هذه؟ يعني ما في شيء 100%، بس اللي واثقين فيه ان هذا الطبيب تم اعطائه الشهاده هذه بعد خضوعه لتدريب، والتدريب هذا كان فيه اختبارات دوريه والتدريب يكون بشكل منهجي انه يغطي الاجزاء المطلوبه له في التخصص، ومن ثم تم ترخيصه وتم اعطائه الشهاده هذه. جميل. انا خليني اصيغ سؤالي بشكل اخر دكتور، هل النتائج المتوقعه من تطوير هذه السياسات واثرها على نوعيه الخدمه بتكون عاليه، اثرها على نوعيه الخدمه وجودتها؟ طبعا طبعا لا شك، يعني راح تضيف للخدمات الصحيه في اماره دبي، والاطباء هذه يعني اللي بيجون من الدول هذه عندهم بعد توجه إلى الأبحاث الطبية وإلى المساعدة في التعليم الطبي، لأن يعني ثقافتهم الطبية أن هذا شيء جزء لا يتجزأ من الممارسة جميل. يعني أنتم تسعون إلى تحويل إمارة دبي يعني إلى مدينة للبحث الصحي والبحث في المجال الطبي. طبعا طبعا إن شاء الله يا رب. شو التخصصات اللي بيشملها هذا التطوير الجديد في السياسات؟ هذه التخصصات يعني مفتوحة حسب نوعية الشهادات من أي دولة، فبس نحن عندنا دراسة لل يسمونها capacity plan أو دراسة الخدمات الموجودة في إمارة دبي، عندنا دراسة سنة 2013 ونحن الحين في صدد القيام بدراسة ثانية لبحث الاحتياجات المطلوبة في القطاع الصحي. والدراسة 2013 موجودة في الموقع الإلكتروني، حتى لما يعني يجون مستثمرين في القطاع الصحي يسألون شو هي التخصصات المطلوبة، نحن يعني نوجههم لهذه الدراسة حتى يكون بشكل منهجي مدروس. جميل. أنا أخذ هذه المداخلة من أبو محمد. أبو محمد اختصر لي لأن عندي 3 دقائق قبل أن أنهي الحلقة، تفضل. السلام عليكم. يا هلا، تفضل يا سيدي. حياك الله، كيف حالك؟ الله يسلمك. سؤالك. أنا سمعت الضيف معك وأنت بتكلم عن موضوع الشكاوى بتاعت المرضى على الأمراض يعني. أوكي. فأنا كنت صاحب حالة وكان عندي زوجتي كانت مريضة وكانت تعبانة وطبيبني على مستشفى أكثر من مرة، وبعدين قعدوا يدوهم مسكنات وأكثر من 6-7-8 شهور. سؤالك محمد. سؤالك. سؤالي ان الاستاذ قاله في الاجراء الطبي الشكاوى نظري ما بتطبقش على الارض. طيب انا تقدمت بالشكوى ولم احصل على اي نتيجه. ممتاز ممتاز. انا باخذ رقمك ورقم الشكوى مالتك. انزين دكتور، انا لان يعني انا تابعت اكثر من حاله في هذا الموضوع، ليش فصلت؟ خل شويه معانا
اي خذ رقم الله يخليك وش اسمه ابو محمد تكلم. وانا في اكثر من حاله قالوا لي هذا الكلام ولكن لما تابعته مع الجماعه لا هنالك السيستم موجود والواقع موجود وانتم عندكم بعد كذلك في 2016 عندكم مجموعه حالات ما اتذكر كم كانت كم حاله في الشكاوى الطبيه تتذكر دكتور حوالي 250 حاله انزين تم مقاضاه يعني اكثر من 9 او 10 حالات تقريبا صحيح. يعني نحن نشوف يعني الشكاوى الطبية موضوع مش إن نقدر نحله يعني بسرعة بين يوم وليلة لأن فيها محاكم فيها صحيح. قضايا فيها تحقيق فيها غير فأبو محمد يعني إذا في إمكان يعني المشكلة أبو محمد وايد وقته متأخر لما دقري على التليفون أنا آسف أنا كان ودي أخذك بشكل أكبر لكن ما يتصل بك تحت الهواء أنا لأن هذا الموضوع يعني ما ممسّت إنه ما أبغى أطرحه على الهواء بالعكس عندنا الشفافية في الطرح ولكن الوقت ضيق دكتور لأن بيشرح لي الحالة كلها من A to Z وأنا أعرف يبال حلقة ثانية يبال البروسيس يا ليت اتصل فينا قبل. طيب دكتور أنا قاطعتك على موضوع التخصصات وموضوع السياسات الجديدة يعني كلمة أخيرة تبغي تقولها دكتور في هذا الموضوع أنا خاف محور نسيته ما طرحته لا شيء آخر كلمة بخصوص السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بعد أبغى نوه لأن الجماهير أو الجمهور يكون حذر من ناحية الترويج المفرط للخدمات الطبية يعني مرات الواحد ما يكون طبيب بس يكون صاحب العيادة أو شريك في العيادة وتشوفه في السناب شات وفي الانستغرام يروج ويتكلم عن الجراحات التجميلية كهو أنه طبيب هو في النهاية بس مستثمر صحيح. يعني الواحد يكون حذر في تلقي المعلومة هذه ويكون يحط في باله أنه يعني ما يصير الواحد مثلا عندي مثلا على سبيل المثال بدون ذكر الاسم واحد من الفاشينيستا هذا زين في الصباح تشوفه يتكلم عن مطعم يتكلم عن السندويتشات بعدين يروح العيادة ويتكلم عن الجراحات التجميلية فما يصير يعني تأخذ كلامه على محمل مثل بالضبط. ما تسمع كطبيب يعني بالضبط لأن أحيانا الواحد يقول كلام يعني من باب الدعاية دافع له بيزات مسوي له أو من ناحية تجارية خاصة فيه ولكن هل هذا بالفعل المكان السليم اللي نروح له هني السؤال أو الإجابة تترك لهذا الفرد. نحن واجبنا أن نوعيكم بهذه المسائل ولكن مثل ما قلت الدكتور والدكتور علي السيد بعد قال أن المسألة تقع يعني على توعية الفرد والفرد هو يملك القرار في عملية اتخاذ الإجراء المناسب بالنسبة له. نحن شاكرين لك دكتور وايد نستانس يوم تكون معانا في الاستوديو. يلا إن شاء الله المرة الجاية بعد جديد. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. جزاك الله خير الله دكتور يسهل. مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي شاكرين لك تواجدك معانا. شكرا لك يا ميرا الغفلي ما قصرت اليوم معانا. شكرا لك أيمن سرحيل. الأسئلة اللي كانت على الانستغرام إن شاء الله بنحاول خلال الدقائق نجاوب عليها وكل الشكر لكم مستمعينا وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة تقبلوا تحياتي ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.